سي مرشد، مقاطعة المعارف اليوم تطلق واحد مجموعة من المشاريع اللي هي تنموية في هذه المقاطعة، علاش اختاريتوا أن تلقوها في نفس الوقت؟ ماشي حنا اللي اختاريناها، لا لاجونسمون ديال لي طرافو هو اللي عطى هاد التوقيت. اليوم هذه 14 شهر باش يلاه تولينا المهام ديال تدبير مقاطعة ديال المجلس الجديد، واللي في المدة الانتخابية كنا قدمنا واحد المجموعة ديال الوعود. هاد الوعود فيها جوج صنفين، فيها شق تنشيطي وفيها شق ديال الهيكلة ديال المشاريع المهيكلة. اليوم هذه ثلاثة المشاريع أو أربعة ثلاثة، اللي الأول فيها هو هاد القاعة متعددة الاختصاص خاصة بربات البيوت، وكنعرفوا الهشاشة ديال هاد الفئة من النساء. وفرنا لهم هاد القاعة بمواصفات عصرية، وكذلك فيها بنية استقبال حتى لأطفالهم، حاضنة، حديقة الألعاب ولو بسيط، ولكن على الأقل باش يمكن تجيب الابن ديالها وتدوز واحد الوقيت إن شاء الله اللي حنا بغينا نديرو من هذا المجال عن كلوب ديال الحياة اللي يمكن تجي تقضي فيه وقتها. كاين النافورة اليوم، مقاطعة المعارف للأسف الشديد أو مدينة الدار البيضاء مدينة إسمنتية تخصها الجمالية. اليوم هاد النافورة بالمواصفات اللي شفتوها مواصفات جد عصرية، واللي تشكل واحد إدماج ديال المواطنين لمنطقتنا، بأنها هاد النافورة بمواصفات قلنا جد عصرية، وكذلك الإضاءة والهوية البصرية ديال مقاطعات المعارف على مستوى ساحة بن بركة، واللي تاهي جد 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 عصرية بشكل اللي من خلاله كنبغيو ندوزو رسائل ديال الاعتزاز بالانتماء للمقاطعة. ملي كنقولوا المعارف، مقاطعة المعارف يعني ساسي الاعتزاز، الانتماء إلى واحد المجال الترابي اللي كيؤدي بطبيعة الحال إلى الاهتمام به. هناك كذلك واحد الهبة قدمتها لنا شركة هيونداي، واللي هي عبارة عن سيارة إسعاف، واللي تاهي اليوم غادي نتسلموها إن شاء الله. إذا هذه قطرة أو هذا الفوج الأول من المشاريع اللي إن شاء الله واللي وفقنا الله بفضل المساهمة الكبيرة ديال عمدة مدينة الدار البيضاء، بفضل الدعم ديال السيد عامل مقاطعة أنفا، والدعم ديال جميع المنتخبين ديال مقاطعة المعارف بجميع أصنافهم. اليوم احنا والقطاع الخاص ما نساوش حتى نتوجهوا ليه، اليوم القطاع الخاص في مقاطعة المعارف هو من يندمج معنا في مجموعة ديال المشاريع. إذا هذا اليوم الفوج الأول، نتمنى أننا نجيو نحضروا وتحضروا معنا أفواج أخرى من المشاريع.